بساحة باب بوجلود حضر جمهور مهرجان فاس الموسيقى العالمية العريقة بعرض فني لفرقة جي جلالة عادت به إلى محطات متميزة من تاريخ الفن المغربي الأصيل. مهرجان فاس في دورته الـ20 يسعى المزج بين الموسيقى الروحية والعريقة والموسيقى العالمية واستحضار مختلف الأبعاد في توليفة مبتكرة مع الاحتفاء بكل المميزات تزخر بها مدينة فاس. فرقة جي جلالة الموسيقية تأسست عام 1972 واتخذت مسار الأغنية المغربية الهادفة التي تخدم قضايا وانشغالات المواطن معتمدة الآلات الإيقاعية والوترية، كما شاركت في عدة مهرجانات في دول أوروبية وأمريكية وأسيوية وحصدت جوائز عديدة.